بعض الناس يصنع من عظم الحيوانات كالأفيال وغيرها مناظر، فهل يجوز شراؤها وبيعها؟ لا في بس العظام اللي فيها مثل ناب الفيل هذا يتخلون منه العاج، شيء مثمن يجعلونه في تحف، ما في معنى هذا. نعم، وهذا في حكم المنفصل، يجوز أخذه حتى من الميت لأنه في حكم المنفصل، السن في حكم المنفصل. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل كما يجوز أخذ شعرها وبرها، يجوز أخذ أسنانها. نعم،